ها هو الشهر قد انتهى أو كاد أن ينتهي، فلنحاسب أنفسنا فيه، ماذا قدمنا لأنفسنا في هذا الشهر العظيم. من كان محسنا فليحمد الله وليتمم بخير، ومن كان مفرطا فليتدارك بالتوبة، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولا تقنطوا من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من كان محسنا أو مقصرا فليحسن الختام، فإن الأعمال بالخواتيم. ثم كونوا على وجل وعلى خوف ألا تقبل منكم أعمالكم، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ففكروا في أنفسكم وفي نياتكم ومقاصدكم، ولا يعجب أحد منكم بعمله أو يظن أنه فعل ما يجب عليه وأنه أدى حق الله عليه، بل يعتبر نفسه مقصرا ويعتبر نفسه مهملا، وينكسر بين يدي ربه عز وجل. كان بعض السلف يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل لتمنيت الموت، وذلك لشدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى. والله وصف خيار عباده فقال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويشربون الخمر ويخافون أن يعذبوا بذنوبهم؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنهم قوم أطاعوا الله عز وجل وأحسنوا، ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم وأن لا تقبل منهم، فعلينا أن نكون خائفين أن ترد علينا أعمالنا ولا نعجب بها ولا نستكثرها، لأنها قليلة في حق الله، لأن حق الله علينا عظيم، ولكنه سبحانه يعفو ويجود ويتكرم من فضله. ولكن لمن أحسن الظن بربه، فأحسنوا الظن بربكم، أحسنوا الظن بربكم وأملوا خيرا واعملوا صالحا.